التركيبه اللي موجوده في النادي الاهلي في حته قلب الدفاع، قلبي الدفاع بدر بنون وايمن اشرف، تركيبه حلوه. اتنين ستايل ايمن اشرف في هذا المكان ما تنفعش، واتنين ستايل بدر بنون في هذا المكان ما تنفعش. الاتنين عاملين حاجه حلوه. ايمن واحد وبدر. وبدر. واحد عنده الهدوء وعنده اتزان والتاني قوي ونشيط، فالاتنين راكبين مع بعض. لو الاتنين هدوء مش هتمشي، ولو اتنين بالاندفاع والقوه بتاعت ايمن اشرف مش هتمشي. فالاتنين خلاص دي تركيبه حلوه في قلب الدفاع، يبقى ما نفكرش ان احنا نغير. أدام بس محمود تألق برضه، بس محمود عمل عشان كده بقول ايه ما نغيرش. ودليل على كده ايه، او حاجه يبقى تبقى حاجه جميله اكتر، اللي انت محمود وحيد بعد الغياب ده كله رجع بشكل كويس، بشكل كويس قوي. فليه النهارده انا اعمل اللخبطه دي؟ ما الحته اللي في القلب ماشيه كويس تمام، ومحمود وحيد ماشي كويس، لان عندك انت برضه النهارده الاعتماد كان 90% على علي معلول. يوم ما علي معلول بيقعد بنجيب ايمن اشرف هنا وبنغير والحاجات دي كلها، فانت يعني النهارده اللخبطه دي ما حصلتش. عندك محمود وحيد جاي حلل لك الموقف، هو هيخلي بالك هيخش في تنافس مع علي معلول. لو محمود وحيد مشي بهذا المستوى هيبقى في تنافس، والتنافس صالح الفرقه، وده المطلوب. برافو عليك. ده المطلوب، لان كان في فتره من الفترات كان بنقول زي ما بنقول لو ايمن اشرف غاب شويه، في ياسر ابراهيم بيأدي بشكل كويس، بس انت اللي قلت عليه مهم جدا، ان في الهارموني خلاص موجود، خلاص بقى في دويتو اسمه بدر بنون واحد وثاني الجزء الشمال. محمود وحيد الماتش اللي فات رغم غياب وفترات طويله، لكن بيقول انا موجود، ادى بشكل كويس جدا على الشكل الدفاعي والهجومي، وبالتالي دي حلت المسألة بالنسبة للموسيماني.